مرحبا مواليد برج الجدي، معكم كارمن شماس. اليوم بدي احكي عن الاحوال الفلكية للاسبوع اللي بيبدأ بتنين 19 اب اغسطس وبينتهي الاحد 25 اب اغسطس. بهذا الاسبوع في عنا حدث كتير حلو، هني حدثين، انه القمر بيكون ببرج العذراء، ببرج الثور 3 ايام، امر كتير مهم، والشمس بتنتقل من برج الاسد لبرج العذراء الترابي، وبتغير الجو والاحوال كل الفلكية بتصير أفضل وبتمشي معك وبتدعمك 100%، وحتى بتفتح قدامك مجالات يلي يمكن صار لك تقريبا حوالي شهرين، هذا مينيموم شهرين مزعوج منه. خلونا نبلش البداية مع التنين والتلاتة. تنين والتلاتة خلونا نوضح القصة. الشمس ببرج الأسد، بعد برج الأسد القمر ببرج العذراء، القمر ببرج الحمل، يعني موجود في بيزعجك شوي من عقر دارك، أمور منزلية، أمور عائلية، أمور صحية، الأولاد، الزوج، شريك الحياة، ضغوط الأهل، أحد الوالدين، المنزل بحد ذاته، مشاريع، ارتباطات وقصص وحكايات عم تصير، ظروف معقولة تخربط لك بعض الأجواء، وبتخلي مولود برج الجدي يكون مشغول بترتيب الأوضاع، ويمكن حتى يضطر مولود برج الجدي أنه يركض وراء فلان أو فليتين لحتى ييسر له أمره، ورقة تسهيل أعمال، تسهيل معاملات، تسهيل قصص وحكايات. منا مسألة عويصة، يعني منا مسألة مستحيلة، لكن فيها شوية تعب وفيها شوية ركض وفيها شوية مزاجية. لحسن الحظ الأربعاء الخميس والجمعة القمر بيكون صار ببرج الثور الترابي، برج صديق لكم، برج بيساعدكم، برج بيلطف الأجواء، برج حتى بيحاكيكم، بيغازلكم، بيحضنكم، بيلطفكم، بيغنشكم وبيدللكم. يعني بلش الامور تتحسن، بلش يحس حاله مولود برج الجدي انه مرتاح اكثر، هنالك نوع من نجاح، نوع من تغيير للافضل، ونوع من اخذ حق، تسترد حقك. اضف الى ذلك انه بتنجح، بتتوفق، بتتقدم، بتفتح بوجهك، بتتيسر بتيسر امورك. فمثل ما شايفين انه الاربعاء الخميس والجمعه فتره ممتازه حلوه ومناسبه جدا لحتى مولود برج الجدي يكرر كل محاوله، يامن بحاله، تامني بحالك وتتقدموا بقوه، تاخذوا الاخبار اللي انتم بتريدوها وما تخافوا من شيء. الجمعه الساعة 5:35 دقيقة المساء بتوقيت بيروت، يعني الساعة 2:35 دقيقة بعد ظهر توقيت العالمي، بتنتقل الشمس لبرج العذراء وبتفتح بوشكم. يلي عم يتابعني بالقارة الأمريكية، من الصبح الشمس بيكون صارت موجودة ببرج العذراء، وبالتالي فيكم تقولوا إنه يوم الجمعة هو أفضل يوم بهيدا الأسبوع. بس لما الشمس يوم الجمعة تنتقل لبرج العذراء يتحول الجو إلى جيد جدا لمواليد برج الجدي. السبت والأحد القمر موجود ببرج الجوزاء، السبت والأحد تتغير النغمة، بطلت الأمور رائعة، الفترة الممتازة انحصرت مع وصول الشمس لبرج العذراء مبارح، مش مبارح، مبارح يعني بقصد فيها الجمعة، ولا بأس زاحة الغيوم، بفهم زاحة الغيوم الصعبة التقيلة اللي كانت مرافقتكم، لكن ما معناتها انه الحل رح بيكون اوتوماتيكي تلقائي يومي السبت والاحد. بدكم تشتغلوا، بدكم تشتغلوا على حالكم، بدكم تشتغلوا لحتى الامور تكون مسهلة، لحتى تحلحلوها، لحتى تيسروها، بعدوا عن المشاكل واطلبوا نصيحة. ما تقولوا انا بعرف بكل شيء وانا بعرف بكل شيء، في ناس بتفهم، استفهموا، خدوا التليفون، افتحوا، استعلموا واسألوا. في احتمال عطلة الاسبوع تكونوا عم تركضوا فيها ل تدبروا حالكم بسبب خطأ ما، نسيتوا ورقة او الورقة غلط، بدكم تركضوا وتزبطوا اموركم. بتبقى المواليد بهيدا الأسبوع الأكثر حظا هي المواليد التي تقع تحت تأثيرات كوكب أورانيوس، يعني 28 و29 ديسمبر. رجاء تابعوا الأبراج اليومية باللغة الإنجليزية أيضا دعما للفيديو. بدعكم، باي باي.